الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، من الأشياء التي ينبغي أن يحرص الطالب عليها في مسيرته العلمية إذا أراد أن يصل إلى مرتبة الرسوخ العلمي أن يحرص على استجماع القواعد والأصول في الباب الذي يريد دراسته، وألا تشغلنه دراسة التفريعات والجزئيات والتفاصيل عن معرفة الكليات، لأن هذه الفروعيات والجزئيات والتفاصيل إنما ولدتها هذه الكليات، فصار طريق الفهم الصحيح أن نفهم الكليات حتى نفهم الجزئيات، ولا ينبغي أن نغرق أوقاتنا وأن نضيع عمرنا في دراسة هذه الفروعيات مع الجهل بالكليات. فهذه الفروعيات مبنية على أصول، فإذا أردت طريق التعلم الصحيح هو أن تقبل على هذه الأصول فتدرسها. فإذا جئت إلى فن من الفنون فلا تشغلنك تفاصيله عن كلياته، ولا تشغلنك فروعه عن أصوله وقواعده وضوابطه العامة، حتى تكون مشاركا في فهم هذا الفن وراسخا في مسائله وأصوله. يعني مثلا أضرب لكم مثالا بسيطا، وهي أنك مثلا إذا جئت إلى باب الأسماء، إذا جئت إلى باب صفات الله عز وجل وأسمائه، باب فيه تفاصيل كثيرة، عقيدتك في وجه الله، عقيدتك في يد الله، عقيدتك في كثير من صفات الله، أو وهل ستدرس كل صفة على حدة بدليلها؟ الجواب سيطول بك المقام. لكن إذا عرفت قاعدة واحدة عرفت جميع جزئيات هذا الباب، وتكون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ما هذه القاعدة؟ قاعدة واحدة فقط افهمها، تفهم باب أسماء، باب الصفات على وجه الإجمال والتفصيل وعلى وجه الكليات والتفريعات، وهي أن كل نص من نصوص الصفات يجب عليك فيه ثلاثة أشياء. إذا مر عليك شيء من نصوص الصفات فيجب عليك فيه ثلاثة أشياء بس، لا تتجاوز هذا النص إلا بعد أن تؤمن بثلاثة أشياء: أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص، هذه واحدة. هل هذا الواجب كافي؟ الجواب لا، تنتقل من الواجب الأول إلى الواجب الثاني، وهي أن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة التي آمنت بها. هل يكفي هذا الأمر الثاني؟ عليكم السلام ورحمة الله. الجواب لا، ما يكفي. انتبهوا، ترى بسألكم الحين، لا تنشغلون بغيري. الأمر الثالث هو أن تقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة، فأي نص من نصوص الصفات يجب عليك فيه هذه الواجبات الثلاثة، وخلاص أنت من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كله بهذه القاعدة: كل نص من نصوص الصفات فالواجب عليك فيه الإيمان بالصفة واعتقاد عدم مماثلتها لصفات المحدثات المخلوقات، وتقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. طيب، إذا فهمنا هذا الأصل حينئذ نأتي للتفاصيل. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، هذا من نصوص الصفات، يجب علي أن أؤمن بالصفة التي يدور حولها النص، وهي صفة الوجه، فأقول إن لله وجها، انتبه، هذه النقطة الأولى. طيب، وأن أقطع دابر المماثلة بين وجه الله ووجه المخلوق، فأقول وجه لا يماثله شيء، يعني إن لله وجها يليق به لا ليس كوجوه المخلوقين. طيب، يكفي؟ الجواب لا. وأن أقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الوجه، لأن كيفية شيء من صفات الله لا تعلم إلا برؤيته، ونحن لم نرى الله، أو رؤية شيء يماثله والله لا مماثل له، أو أن يخبرك الصادق عن كيفية شيء من صفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق هنا أخبرنا أن لربنا وجها ولم يخبرنا عن كيفية هذا الوجه، أخبرنا أن لربنا علوا واستواء ولم يخبرنا عن شيء من كيفية ذلك، فكان الواجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به ونكف عقولنا وألسنتنا وبحثنا عما لم يخبرنا به. إذن أنت من أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، أنت يعني من الصفة، خلاص. طيب، بل يداه مبسوطتان، هذا من نصوص الصفات، فيجب علي كم من واجب؟ ثلاث واجبات: أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص وهي إثبات صفة اليدين، وأن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة فتقول يدان لائقتان بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء فيها، وأن تقطع الطمع في التعرف على كيفية هاتين اليدين. أنت من أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، جميع ما قرره أهل السنة والجماعة في باب الصفات عائد إلى واحدة من هذه الكليات الثلاث: إما أن يأمرك بأن تؤمن بالصفة، وإما أن يأمرك بأن تنفي المماثلة، وإما أن يأمرك بأن تقطع الطمع في التعرف عليك. إذن ما لك للتفاصيل الزائدة التي قد تشغلك وتشغل وقتك، وأنت عندك المفتاح الذي به تستطيع، يسمون المفتاح اللي يفتح الأبواب كلها، لا اسمه عربي، سيد المفاتيح ولا لا؟ لا، أنت عاد إنجليزي. لا، فهذا عندك مفتاح جميع
تستطيع أن تفهم كلام ابن تيمية في هذه المسألة وكلام ابن القيم في هذه المسألة إذا فهمت هذا الأصل. كلام ابن تيمية في الصفات منبني على واحد، يا إنه يبي يأمرك بالأول، ولا يبي يقرر لك الثاني، ولا يبي يقرر لك الثالث. الرحمن على العرش استوى من نصوص الصفات إجماعا. ما الواجب علي في هذه الصفة؟ ثلاثة أشياء يا حبيبي، هي نفس الواجب في كل صفة متكررة عليك. أن تؤمن بأن لله استواء لا يماثله شيء، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا الاستواء. طيب، ورحمتي وسعت كل شيء من نصوص الصفات، أثبت أن لله رحمة ليست كرحمة المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية رحمة الله عز وجل حتى يضع رب العزة فيها رجله. إذا أؤمن بأن لله رجلا ليست كأرجل المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الرجل. إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما الواجب علي فيها؟ ثلاثة أشياء، أؤمن بأن لله أصابع لا تماثل أصابع المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الأصابع. سبح اسم ربك الأعلى، أؤمن بأن لله علوا ليس كعلو المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا العلو. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الحديث المتواتر، أؤمن بأن لله نزولا ليس كنزول المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذا النزول. إذن بفهم هذا الأصل الواحد اتضح لك باب أهل السنة والجماعة في باب الصفات. فإذا عليك يا طالب العلم إذا جئت تدرس العلم ألا تنشغل بهذه الجزئيات والتفاصيل قبل أن تفهم كلياتها، حتى إذا دخلت في تفاصيلها تعرف المأخذ الذي من أجله قرر أهل السنة هذا الباب. وهكذا في المسائل الفقهية أيضا، إذا جئت مثلا تدرس باب الآنية قبل أن تدرس تفاصيل باب الآنية ادرس الأصل العام في هذا الباب، وهو أن الأصل في الآنية ماذا؟ الحل والإباحة والطهارة. فإذا جميع الآنية التي تمر عليك مما لم يأتي الدليل بتحريمها بدليل خاص فإنك تحكم عليها بهذا النص. المعاملات الأصل فيها ما هو؟ الحل والإباحة. العبادات، بل إن الإنسان في أموره اليومية يدور بين عبادة وعادة، يا في عبادة يا في عادة ولا لا. نحن الآن أصلها عادة وهي الاجتماع، لكنه سنجعل هذه العادة عبادة بالتذكير والسلام. فإذا نحن في عبادات أو عادات في يومك، ما فيه لحظة تجلسها لا في عادة ولا في عبادة. أتحداك، يا في عبادة وتنتقل منها إلى عادة، أو في عادة وتنتقل منها إلى عبادة. النوم عادة، الصلاة عبادة، الذكر عبادة، جلوسك مع أهلك عبادة وعادة في ذات الوقت، وذهابك ومسيرك وإتيانك بالمقاضي وروحتك ووظيفتك، وهذه كلها عادات. فإذا أنت بين عادة وعبادة، فمن المناسب أن تعرف ما هو الأصل في العادات وما هو الأصل في العبادات، حتى تعرف الأصول في يوم حتى تعرف الأصول في أحكام يومك التي تمر عليك. الأصل في العادات الحل والإباحة إلا ما حرمه الشرع، والأصل في العبادات التحريم إلا ما أجازه الشرع. إذن معرفة الكليات يجعلك تفهم العلم، معرفة الكليات ومعرفة القواعد والضوابط العامة تجعلك تعرف العلم. بل إن هناك قاعدة واحدة من فهمها وضبطها فهم الدين كله، عقائده وشرائعه، علمياته وعملياته، كباره وصغاره، يفهم الدين كله، وهي قاعدة أن الدين جاء لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقرير. هذا الدين كله الله عز وجل، ما بعث آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا إسماعيل ولا أنزل الشرائع ولا سائر الأنبياء ولا أنزل الكتب إلا لتحقيق هذه القاعدة الواحدة، تحقيق قاعدة واحدة فقط للشرائع كلها، كل الشرائع كلها إنما أنزلها الله وفرضها وشرعها وبعث لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فالله عز وجل أمر بالتوحيد لتحقيق المصالح، ونهى عن الشرك لدفع المفاسد، أمر بالسنة واتباعها لتحقيق المصالح، ونهى عن البدعة في الدين لنهي لترك المفاسد، أمر بالزواج لتقرير المصالح، نهى عن السفاح والزنا، أمر ببر الوالدين لجلب المصالح، نهى عن العقوق لدفع. إذن الدين كله تحت هذه القاعدة. من أراد أن يفهم الدين كله أصوله وفروعه فعليه بهذه القاعدة العظيمة. فإذا الدين فيه أصول وفروع، فيه أصول وفروع، فعليك إذا أردت أن تفهم مآخذ أهل العلم في هذه الفرعيات أن تفهم الكليات، وهو الذي أصرخ به دائما لطلبة العلم إذا أرادوا فعلا أن يفهموا الدين على وجه الصحيح، وأن يكونوا راسخين، وأن تكون عندهم القدرة في الرد على أهل البدع.
ترى الذي ليس عنده أصول علمية ولا قواعد شرعية يرد لها كلامه ويعرف المقبول من المردود بناء على النظر بها ما يستطيع أن يقف في وجهه أهل البدع. يعني مثلا والأمثلة كثيرة، باب الرد على البدع على أهل البدع في قاعدتها، قاعدتها كثر الله خيرك إذا فهمتها، وأقسم بالله أن من فهمها وأتقن التخريج عليها والله لو يجاد لها أكبر مبتدع في العالم يستطيع أن يرد عليه، يستطيع أن يرد عليه بهالقاعدتين، بس هالقاعدتين. وقبل أن أذكر هالقاعدتين أذكر لكم أولا شيئا بسيطا كالمقدمة لها، وهي أن أهل البدع يستدلون على بدعتهم بأحد دليلين لا ثالث لها، أهل البدع يستدلون على بدعتهم بأحد دليلين لا ثالث لها، أهل البدع يستدلون على بدعهم بأحد دليلين لا ثالث لها. القاعدة الأولى تكسر الصنف الأول من الاستدلال، والقاعدة الثانية تكسر الصنف الثاني. فما الصنف الأول؟ أنه يستدل على بدعته بحديث مكذوب موضوع أو ضعيف شديد الضعف، واهي، هذا أكثر ما يفعله أهل البدع. فحينئذ ترد عليهم قاعدة سنية سلفية أن الأحكام الشرعية تحفظونها، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة. هذه القاعدة تسد عنك نصف استدلالات أهل البدع، وتستطيع أن ترد على بدعهم بهذه القاعدة إذا فهمتها وأتقنتها، ولي فيها رسالة مختصرة في 50 فرع. القسم الثاني هم خبثاء أهل البدع، الخبثاء اللي عندهم شيء من العلم لكن أهل السنة ما تركوه، وهي أن المبتدع يأتي إلى دليل صحيح لكن يضيف إليه قيداً لا دليل عليه، فأصل الدليل صحيح لكن تلك الإضافة زيادة منه، فيضيف على الدليل الصحيح قيدا زمانيا لا دليل عليه، أو قيدا مكانيا لا دليل عليه، أو قيدا أو قيد هيئة وصفة لا دليل عليها، أو قيد مقدار لا دليل عليه. فحينئذ إذا أنكرت عليه فعله مباشرة يحول الاستدلال إلى الاستدلال بالأصل، فيجعل دليل الوصف، انتبه، مشروعا بالاستدلال بدليل الأصل. فتأتيك القاعدة الثانية اللي تكسرها الحجة، وهي أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فأنا متفق أنا وإياك على مشروعية الأصل، وليس الخلاف بيني وبينك في الأصل، الخلاف بيني وبينك في الجزئية يا قليل الأدب، لا تحور كلامي تروح للأصل. وأضرب لكم مثالين أو ثلاثة على الثانية، القاعدة الثانية هذه. مثلا القراءة، قراءة الفاتحة على روح الميت، إذا مثلا سمعوا، هناك بعض الناس إذا سمع مثلا اسم الميت مباشرة يقول إيش؟ الفاتحة على روح، فيقرؤون الفاتحة. وإذا قلنا لهم انتبهوا إن هذا بدعة ماذا يقولون؟ مباشرة يجيب لك بدليل بالأدلة التي تشرع الأصل، قال أوليست السبع المثاني؟ أوليست القرآن العظيم؟ أولم يرد الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في فضل قراءة الفاتحة؟ أوليس الله افتتح بها الصلاة؟ أوليس الله قسمها بينه وبين عبده نصفين؟ أوليس؟ طيب وبعدين؟ هذا كله يدل على إيش؟ مشروعية الأصل. أنا هل أنكرت عليه القراءة لأنها فاتحة؟ أو أنكرت عليه تقييد القراءة؟ أيوة، في هذا الزمان المخصوص. فإذا أنا أنكرت لوصف ولا الأصل؟ الوصف. فهو يستدل بدليل الأصل على مشروعية الوصف، فتأتي القاعدة أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعية مش بقي له من الأدلة، انتهينا خلاص، انكسر المبتدع. فإن جاء على بدعته بدليل موضوع باطل فترد عليه بقاعدة أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وإن استدل على بدعته بدليل صحيح لكن يخرجه بقيد ممنوع فقل له إن الوصف ممنوع والأصل مشروع. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لا الأدلة التي يستدلون بها ما هي؟ نحن نحب رسول الله، طيب هذا استدلال على الوصف ولا الأصل؟ على الأصل. الأصل، طيب وأنا أحب رسول الله أيضا، أنا أعظم رسول الله، طيب وأنا برضو أعظم رسول الله، لتعزروه وتوقروه، طيب وأنا أعزر وأوقر. إلى الآن ما جينا لنقطة الخلاف، أنا أريد دليل على إخراج المحبة والتعظيم والتعزير على شكل اجتماع في يوم مولده، فأنا لا أنكر أصل ما ذكرت وإنما أنكر الوصف، فأعطني دليلا على جواز التعبير عن هذه المحبة بتلك الأوصاف. لا تستدل على شرعية هذا الوصف بلا أصل، وهو محبة رسول الله وتعظيمه وتقديره وتوقيره، لأن دليل الأصل للأصل.
للأصل، دليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل آخر. ولو قلنا مثلا في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا نحرك الماء بهذه الطريقة، فإذا سألني أحد وقال ماذا تفعل، فأقول أنا أعبر عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، كما أنك تعبر عنه بالاجتماع وقول القصائد وتوزيع الحلوى وإيقاد الأضواء، أنا أعبر عنه بتحريك ماء الصحة بهذه الطريقة. ماذا سيقول لي؟ سيقول لا دليل عليه. طيب سلامات، أنت إذا ما تحب رسول الله، الذي لا يحرك ماء الصحة بهذه الطريقة في يوم مولد رسول الله فهو لا يحب رسول الله. طيب بما أنك اخترعت وصفا لمحبته فلا حق لك أن تنكر على غيرك في اختراع وصف آخر، فأي شيء تنكره على حركة هذه في يوم مولده فهو مردود عليك. فإن قلت وصفك لا دليل عليه فأقول وصفك أيضا لا دليل عليه. فإن قال بس هذا ما يعبر عن شيء، ونقول طيب إيقاد الأضواء والاجتماع والاحتفال يعبر عن شيء؟ ما يعبر عن شيء. ولذلك الله عز وجل لم يجعل التعبير عن محبة رسول الله مفتوحا لكل أحد، وإنما التعبير عن محبة رسول الله لابد أن يكون توقيفيا في قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله. إذا محبة التعبير عن محبته بالاتباع لا بالابتداع. فإذا لم يفهم الذي يرد على أهل البدع هاتين القاعدتين سوف يشكل عليه الرد، سوف يشكل عليه الرد. هذه أبواب عظيمة وأصول وقواعد راسخة في الدين. فإذا نرجع على بدء، وهو أن الطالب وصيتي له لا ينشغل بالجزئيات ولا ينشغل بالفروع، لأنه لن يفهم الدين ما دام في بوتقة السفليات هذه الفروع، وإنما عليه بالعلويات التي أنتجت هذه الفروع، عليه بالعلويات التي أنتجت هذه الفروع. أنت الآن إذا جئت تريد أن تجمع أولادا، أنت أهل الإبل عندكم، إذا مثلا تريد أن تجمع أولاد ناقة ماذا تفعل؟ جب أمها. خاص القاعدة هي الأم، متى ما ضبطت الأم فالفروع للأولاد بتجيك بتجيك، لكن بتقعد تلاحق أولادها في ذا الطعوس، وبتقعد تلاحق أولادها في منه بتتعب أنت بتتعب، لكن حط أمهم في وسط الصندوق وامشي تلقاهم كلهم وراك. فإذا اقتنص الأمهات من العلم، أمهات العلوم هي قواعدها، فتأتيك الفروع طائعة تقول أهلا وسهلا أنا معك حيثما حللت، حيثما حللت وارتحلت. هذه وصيتي للطلاب يا إخواني، احفظوها عني حيا وميتا. أنا أوصي الطلاب باللقب بالقواعد في كل فن من الفنون، وبالأصول وبالضوابط، لا تشغلنكم التفريعات ولا تشغلنكم التفاصيل ولا الجزئيات عن درك هذه القواعد العظيمة التي تخرج العلماء وتخرج المنافحين عن الشريعة حقا، ولا يقف أمامهم بإذن الله عز وجل أي مبتدع يتمذلق أو يتحذلق أو, 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 أو يتذاكى على أصحاب الفروع. لا، أهل الأصول له بالمرصاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.